اسعد الله مساكم مشاهدينا، نرحب فيكم في حلقه جديده من برنامج السلام يا كويت عبر شاشه تلفزيون الكويت. الرياضه الكويتيه تعاني الكثير، ويمكن الايقاف الدولي والمشاركات الخارجيه هذا اكبر العراقيل امام الرياضه الكويتيه، وعطل كثير من الرياضات اللي شبابنا حابين انهم يؤدونها ويقدمون فيها نشاط وجهد وانجاز، لكن هناك من يعمل بصمت. يعني لما نتكلم عن الرياضات الجويه قاعد يبدعون ويشتغلون، واليوم عندنا نموذج جميل لهذه الرياضه. خلونا نرحب بدايه بضيوفنا في هذه الفقره. اخذ معي بدايه الكابتن طالب العطار، لاعب منتخب الكويت الوطني للطيران الرياضي. مساك الله بالخير كابتن. مساك الله بالنور. ساعه المباركه. الله ساعتك ابرك. اول شيء طبعا امسي عليك وامسي على المشاهدين بكل خير، وشكرا لاستضافتكم لنا في قناه الكويت وفي برنامج الرائع اللي هو يا سلام يا كويت. ساعة المباركة. وأيضا معانا ناصر الرشيدي وهو عضو فريق محاربة السرطان. مساك الله بالخير ناصر. مساك الله بالنور. يا هلا بالعافية يا صاحب نقول القوة وصاحب الإصرار. الله يجزاك خير. قبل أن نبدأ الحوار معاكم عندنا تقرير نشوفه ونرجع إن شاء الله إلى الحوار. خلينا نشوف التقرير ونرجع معاكم. يعني ما شاء الله اجواء حلوه جميله من خلال الطيران. كابتن طالب، يمكن خليني اسالك البداية عن الباراشوت، طريقه المروحه اول شيء شلون تقدر تتحكم فيها؟ فيها بريك، فيها امان، قاعد تشوف حتى تقلب فوق تحت، شلون هالباراشوت ما يقلب معاك؟ يعني ممكن تطيح منه. شوف طبعا راح نتكلم، هو اول شيء واهم شيء اكيد السؤال يا بالك على طول، هل هي سيفتي ولا لا؟ هذا السؤال يتبادر بين الجميع. اول شيء كل يخاف يقول لي ها هي سيفتي ولا مو سيفتي. طبعا خلينا نتكلم، خلينا نكون يعني اكثر دقه. في عندك اللي هي ناس متخصصه وسوت احصائيه زين في مجال الطيران كله بشكل عام، لقيت ان هذه الطيارات هي اكثر طياره سيفتي بين الطيارات كلها، مو بس بين الطيارات، حتى بين وسائل النقل بشكل عام، يعني بين السياكل حتى السيارات. هذه الحوادث فيها اقل حتى من السيارات
زين نسبة الحوادث تقريبا فيها يعني 2%، زين السيارات تقريبا فيها نسبة الحوادث 3%، يعني هذه راح تكون سيفتي أكثر من أي وسيلة نقل ثانية. وبالنسبة حق البراشوت، وطبعا هذا مو بس براشوت عادي، هذا تصميم خاص يكون يصير مثل الجناح. نعم. يعني لما مجرد يرتفع ويتعبى بالهواء يصير كجسم صلب، ما يصير مرن، ما في مرونه، اللي هو يفقد شكله، وبالتالي انه مثلا مثل ما تفضلت انه يطيح او انه يصير شيء. ومن كثر ما هو سيفتي تقدر تقلب فيه حتى فوق تحت، شفت انت قبل شوي الفيديو. قاعد اشوف انا المروحه شغاله، قاعد اقول هذا في بريك، يعني اذا بتوقف مثلا تطق لك شيء. لا لا، هو مجرد المروحه الموجوده هذه بس مجرد دفع، وسيله دفع. نعم. يعني حتى لما تطفي المحرك، انا حتى يوم الويكند طاف الخميس مع السبت، يلا ناس احنا طبعا عندنا في الموقع فطيرناهم، فواحد سالني شو يقول لي اذا طفت المحرك شو يصير؟ عشان اطفي السويتش، طفيت المحرك شو يقول لي ايش صار؟ كنا ما اسمع صوت ماكينه. قلت له شوف شو قاعد ننزل. فعلا تقريبا قعدنا فوق يمكن ربع ساعه قاعد نفتار على الخفيف، ولما نزلنا الور الارض. فبعدين الناس اللي بعدنا هم شو يقول بعد، حتى احنا نبي نفس الشيء. اللي استغربت انه وايد ناس عبالهم ماخذين فكره خطا ان الطياره مجرد توقف المحرك تطيح. ترى ماكو اي طياره لما تطفي المحرك تطيح، على فكره ترى فكره خاطئه. حتى لو هي البوينغ، حتى الايرباص، حتى طيارات النقل عامها بشكل عام، اللي هي ترى سيفتي وطفت المحرك يمديها تنزل ترى حتى في. نعم. ممكن بشكل مستمر. ناصر، خلنا ناخذ معاك عن فريق محاربين السرطان، يا ريت تكلمنا عن الفريق، بما انه يعني انت اسال الله يعطيك الصحه والعافيه وطولة العمر، كنت مصاب بالسرطان ولله الحمد تعالجت. نعم. واليوم ما شاء الله تبارك الرحمن، اسال الله ان شاء الله يديم عليك الصحه والعافيه. قاعد تقدم ابداعاتك، كلمنا عن هالفريق، وقبلها كلمنا عن شلون اصبت بالسرطان وتغلبت لله الحمد على هالمرض. طبعا ما بطول عليك، بعطيك الملخص. اصبت بالسرطان بال 2012. نعم. ما كنت ادري عن السالفه لين ما رحت امريكا. طبعا للاسف ما تعالجت الكويت، لان مثل ما لك اللي عارف هناك افضل، العلاج افضل. اي فرحت امريكا ما دريت الا لما قبل لا يبلش الدكتور بلغني. طبعا كانت فتره صعبه اول 3 شهور، ولكن بعدها تقبلت المرض، ما كنت متقبله اول شيء، كنت قاعد اقول لا هذا مجرد حلم ولا ايش معنى انا ومن السوالف هذه. فلما تقبلته، لما تعايشت وياه، لما بلشت افكر انه والله قعدت افكر انه عقب المرض شنو راح اسوي، شنو راح انجز. فكان كل اللي ببالي شنو، انه والله عقب ما اخلص، عقب ما ارد الكويت والله بنجز، بسوي، بروح، بعرف انا ليش ما تعالجت في الكويت، ليش تعالجت برا، بعرف السبب ليش. فالحمد لله ردينا الكويت، بلشنا اول شيء يعني شيء صغير، انا وسفيره محاربي السرطان شوق الجويهل، بلشنا اول شيء كنا نروح نسوي حفلات صغيره حق المرضى بالام بي كي. نعم. مستشفى السرطان كنا نسوي حفله، يعني حفلات صغيره حق الاطفال ونونسهم. يا رب لك الحمد كبر الموضوع شوي شوي، صار الملتقى اللي بتاريخ 27/10، ملتقى محاربي السرطان الخليجي الاول اللي كان بالهاشمي. اي نعم. يعني انا حضرته وشفتك ما شاء الله. الله يبارك فيك. فهذا كان بدايتها. بعدين جو ويانا اللجنه الكويتيه للرياضات الجويه، بلشنا والله قالوا عندنا فكره. الفكره كانت من الفريق كامل، انه والله تاريخ 4/2 يوم السرطان العالمي، الناس مو يعني ماكو توعيه، الناس ما تدري عن اليوم العالمي، والله اللهم يصير احتفاليه بالمستشفى بين المرضى بس، سلام عليكم سلام عليكم. لكن بشكل عام كان المفترض ان المجتمع كله يدري عن هاليوم، يعني اي كان المفروض انه شيء عالمي يعني. صحيح. جميع اطياف المجتمع تدري عنه، المصابين بالمرض، اهالي، حتى المدارس يومها تتكلم عنه، تعطي نبذه. اي يعني ولكن للاسف التوعيه كانت حيل شويه. فطلعنا بفكره فريق محاربي السرطان. للحين احنا طبعا كل شيء يبين له صغير. للحين احنا تقريبا 6 اعضاء. تقريبا الحين 6 اعضاء. تقريبا 6 اعضاء. وان شاء الله يعني شوي شوي قاعد نكبر. طبعا بلشنا بفكره انه والله ما بقى شيء على يوم السرطان العالمي. قلنا خلينا نسوي شيء ان شاء الله نطمح انه يكون عالمي. فطلعنا بفكره ايفنت الامل سماء بلا حدود. طبعا الايفنت هذا متى كان؟ هذا الحين بيصير، اللي راح يصير قدام، اللي راح يصير ان شاء الله تاريخ 4/2. حلو ممتاز. كونا الفريق، احنا لجنه، يعني احنا لجنه من لجان اللجنه الكويتيه، احنا فرحنا ولا فريق من اللجنه الكويتيه للرياضات الجويه. راح يكون ايفنت ان شاء الله باذن الله نطمح انه يكون عالمي، ايفنت الامل سماء بلا حدود، راح يكون ايفنت توعوي صحي ترفيهي. 4/2 مع احتفالات الدوله بالاعياد الوطنيه بعد، فبالتالي يكون حلو مناسب. ايه. طبعا فراح يكون ان شاء الله ايفنت توعوي صحي ترفيهي، يعني ما راح يتبع الاساليب التقليديه، اغلب الايفنتات التوعويه تكون جامده شوي. نعم. دكاتره وبس، لكن راح ان شاء الله راح نسوي شيء توعوي، مشاركه اللجنه الكويتيه للرياضه الجويه، راح يسوون
استعراضات جوية، راح يكون عندنا ماراثون تحت، راح يكون عندنا بوثات مشاركة. طبعا احنا خذينا فكرة ان ما نجيب الامور الصحية، ان الداعمين ما راح نجيب والله برجر والسوالف هذه، لا نبي نكون كل شيء هيلثي، لان احنا عندنا مبدا ان والله ندعم، انت تبي تدعم الصحة وتحافظ على صحة الناس، فمو معقول تجيب شيء يضر. اي فهذه الفكرة الرئيسية. طبعا لنا كذا هدف من الايفنت ومن الفريق عامة. الهدف الاساسي والاول ان نزرع الامل بمحاربي السرطان اللي قاعد يحاربون المرض حاليا، لان شوي عندهم الامل قليل، ان والله انا راح اموت والعياذ بالله، ان انا خلاص ان السرطان عندهم بالنسبه للموت، ولكن احنا نزرع يوصل الياس يعني بعض الناس، وحالات اكتئاب ناس تدش، في ناس يذبحها الاكتئاب قبل لا يذبحها سرطان. صحيح. فاحنا نوصل لهم الامل ان والله انا، واعوذ بالله من كلمه انا، وعندي المحارب شوق الجويهل، ان والله هذا احنا تعافينا تقلبنا على المرض وقاعد ننجز. يمكن عندكم ما شاء الله الكثير من الاهداف ناصر، احنا ناخذها معاك بعد خلال هذه الفقره، لكن بدي انتقل معاك كابتن طالب، نتكلم عن اللجنه الكويتيه للرياضات الجويه، شنو دور هاللجنه، شنو انشطتها، متى تاسست، شنو قاعد تقوم فيه اليوم؟ نعم طبعا اللجنه الكويتيه للرياضات الجويه تاسست في 2013، وكانت لنا اول مشاركه في بطوله الشرقيه الاسيويه في بوكيت تايلاند. ولله الحمد حققنا المركز السادس بالنسبه حق معداتنا البسيطه على مستوى اسيا. نعم انزين، في بعدين المشاركه اللي بعدها دايم الشباب الكويتي باقل المعدات فعلا، والله امانه مو ولله الحمد يعني نثبت وجودنا بالضبط. هذا على فكره ميزه. نعم ميزه ترى فعلا بالشباب الكويتي، نحب دائما يكون طموح، عنده طموح ويحب ينجز، لو شنو كان عنده معداته بسيطه يحاول يظهر بالصوره. البطوله اللي بعدها الله يسلمك شاركنا في اللي هي في ماليزيا، وحققنا المركز الرابع، صعدنا من السادس ايضا لرابع ومن غير اي دعم، نفس المعدات زين ونفس كل نفس على الموضع عليه، ولكن تطور له ادائنا زين، وصلنا لله الحمد للمستوى الرابع. بعدها شاركنا ببطوله العالم في دبي، مجرد مشاركه ولكن كانت مشاركتنا حلوه، يعني جبنا ارقام فيها بالنسبه حق ابطال العالم، يعني كان لاول مره يعني مع ابطال العالم، كانت شيء يعني مشرف. ظل يعني نقول تجهيزاتهم وشغلهم عندهم اتحادات مهتمه بهالموضوع لسنوات. نعم شوف طبعا هناك في دول، حتى دول الخليج يعني تلاحظ ان عندهم مثلا تفرقاتهم ماشيه، مثلا تلقى معدات يصرفون عليهم، نوادي عندهم مدربين يجيبوا لهم، معسكرات يودونهم. احنا تخيل كل هذا ما عندنا ولا شيء. احنا بلشنا يعني خلينا نقول لك من مجهودنا الشخصي 100%، ماكو اي شيء لحد الحين وفروا لنا اياه زين على اساس نقدر ندش فيه او البطوله، ما عدا انفسنا احنا بس ككويتيين. نعم. احنا قاعدين ماشيين الحين لان احنا اسمنا كويتيين، وما نرضى الا خلينا نقول الا بالمركز الاول. نعم هذا اللي احنا فينا دائما نتحكى مع بعضنا، انه بنوصل المركز الاول، ترى بس هذا الدافع الوحيد، وهذا هو الماده اللي عندنا. دام ان الدافع موجود صدقني مهما كانت الامكانيات، يمكن كثير من الرياضيين يشتكون يعني برياضات لو بعد ما خلص. نعم صحيح. رياضات الفرديه ورياضات الجماعيه بعضها. نعم. غير كره القدم يعني. نعم. مع ان كره القدم يعني وضعها من بعد سيء. نعم. لكن يشكون من قله الدعم، لكن مع هذا شوف انجازاته بالضبط، شلون يطلع يجيب لك على مستوى العالم الرابع والثالث. نعم. والخامس. اقرب مثال الاولمبياد اللي تو الاولمبياد اقرب مثال هذا فهد الدحاني ما شاء الله. اي نعم ما شاء الله. والرشيدي. عموما عندنا فاصل، ومن بعد الفاصل راح نرجع ان شاء الله نكمل حوارنا معاكم. فاصل مشاهدينا وراجعين، خليكم معنا. رجعنا معاكم مشاهدينا من خلال هالفقرة مع ضيوفنا ناصر رشيدي. تكلمت قبل شوي عن أهداف هذا الفريق. نعم. لمرضى السرطان، كان من الأساسيات الهدف الأول هو الجانب النفسي لمرضى السرطان، نزرع الأمل فيهم، تزرعوا الأمل فيهم. شنو الجوانب الثانية عندكم بعد؟ طبعا فريقنا الجوانب الثانية اللي عنده أن ننشر التوعية. طبعا هذا أمر واقع حاصل عندنا بالكويت، أنه الحمد لله على كل حال في كل عائلة كويتية تلقى فيها مريض سرطان. نعم. هذا أمر يعني حاصل واقع عندنا بالكويت، فإحنا نحاول ننشر التوعية أن والله ترى السرطان مو معناته يأس معناته نهاية، لا والله ننشر التوعية أن السرطان ترى له حياة جديدة لمن يتقبل المرض ولمن يتعايش فيها وينتصر عليه. ثاني شيء نبي ننشر التوعية للناس الأطياف، باقي أطياف المجتمع، أن والله في حالات سرطان محتاجة دعم، والمحتاجة سواء دعم مادي دعم معنوي. نعم. وإذا أقدر أذكر حالة تعايشنا وياها أنا وأستاذ طالب
اللي هو المريض عبد الله احد الوافدين. الولد كان في اذا ما خاب ظني سرطان بالدم. فكان المتبرع موجود، كل شيء موجود. يدفع تكاليفه؟ لا، المتبرع كمتبرع النخاع الشوكي. أوكي. موجود انه يعطي الولد هذا وافد؟ وافد. زين. فكانت العمليه لازم تجرى بالهند. فكانت تكاليف العمليه 30,000. فكلمنا احد شخصيات السوشيال ميديا، قلنا له والله الحاله انسانيه، يعني تخيلنا بس ما نبيك تتبرع، نبيك تعرضه عندك انه والله عشان الناس تتبرع. تخيل عشان الولد بعد فضل الله سبحانه وتعالى وفضلك فضل الاعلان انك تعلن ان والله الولد محتاج، تعطيه حياه جديده. الولد هذا يمكن الحمد لله على كل حال توفى الولد ترى قبل كم يوم. الحمد لله. كلمنا الشخص هذا، كلمنا واحده من الفاشينيستات، كلهم اعطانا وعود زائفه انه والله ان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله، وحتى ما حطوه من اولوياتهم. طبعا ما اهتموا بالموضوع. ما اهتموا بالموضوع لانه مثل ما يقولون ماكو مكسب اعلامي لهم. فتوفى الولد واستاذ طالب توقع في واحد اتصل على استاذ طالب. نعم. صار طبعا مع هذه القصه انه قبلها بيوم دق، قبل لا اندر عن خبر الوفاه طبعا، دق علي واحد متبرع طبعا، بس قال لي لا تقول اسمي، قال لي انا مستعد اتبرع لهذا الولد. ف كم التكاليف كانت؟ 30,000 دينار. 30,000. فدق علي طبعا، حطيت فيديو بالانستغرام قلت لهم انه يعني انا في احد يعني ودي انه يتبرع بالطفل هذا، موجود ترى بالمستشفى، تروحوا له هناك تقدر تسالون عن الدكاتره وتعطون يعني خلينا نقول عدم معنويه ماديه عينيه اللي هي كانت موجوده بالمستشفى. فدق علي واحد من يعني جزاهم الله خير الناس على قولتهم قلوبها طيبين وايد. بالضبط. فالمهم دق علي كان يقول لي والله انا حاب ان اساعد الولد هذا شلون؟ قلت له خلاص باكر ادقك على المستشفى وانت تتواصل معهم ويبلغوا لك شلون طريقه. ثاني يوم دقيت عليهم كانت تقول لي دكتوره والله الولد اعطاك عمره. فدقيت على الريال الحين قلت له ترى يعني ترى الموضوع كتكت، فهو يعني مثل من القهر زعل يزفني انا. قلت له ما لي شغل. يقول ليش انت ما تحكيته وليش ماكو احد تحكى؟ يعني قلت احنا بنساعد هذول الاهال حرام، ليش ماكو احد تكلم عنهم؟ فبعدين انا هني تحركنا قلنا لا، كلمه رياض فعلا صحيحه، احنا المفروض يعني اقل ايمان. في وايد حالات موجوده اليوم تحتاج فعلا اللي يساعدها. لا مو بس شيء، تسليط الضوء عليها. إيه. فعلا احنا هذا اللي سويناه، احنا الحين هذا اللي قاعد نسوي، نبي نسلط الضوء على هذول المساكين. اهل الخير واجد الوافدين، اهل الخير مثل ما قلت وايد، مثل ما قال اخوي ناصر. صح. زين، بس ما حد ما يدرون وين يودون فلوسهم او شلون طريقه. فاحنا بدورنا الحين كفريق اللي هو محاربين السرطان ان ننشر هذا الموضوع اكثر على اساس ان اي واحد وده انه يساعد يوصل له رساله. نعم. في تعاون حتى بينكم وبين وزارة الصحة. اي الحين موافقة مبدئية. موافقة مبدئية حتى بالايفنت اللي راح يصير شهر تاريخ 4/2. واحنا باذن الله هذا امر توعوي، وهم راح نخلي باذن الله بصمة وذكرى لعبد الله اللي توفى قبل كم يوم. راح يكون له بصمة وذكرى بالايفنت اللي راح نسويه. طبعا الله يرحمه ويصبره. اللهم امين. فان شاء الله الايفنت راح يكون شيء كبير. وبس بذكر نقطة، احنا قاعد نخطط مع مشاركة اللجنة الكويتية الرياضة الجوية نبي ندش جينيس. جينيس هذا ما قلنا لك عنه، ما بلغناك عنه. هاي فيرمة ما تقول انتم في شيء تميزتوا فيه. موضوع استاذ جابر وان انت والوحيدين بالعالم اللي طرتوا داخل مكان يعني مغلق، هذا راح يلك فيه، لكن خلينا نسمع جينيس بعد. احنا ان شاء الله ان شاء الله بندش جينيس الارقام القياسية كأكبر علم لمرضى السرطان. علم هم يرسمونه. مرضى السرطان يرسمونه. مرضى السرطان يرسمون العلم. نعم. طبعا تقسيمة العلم هذه امور مطولة ما بيدش فيها، ولكن باذن الله الهدف راح يكون يعني ماشيين فيه انتم الحين. ماشيين فيه، ولكن هذا ما راح يعني راح يكون راح نطبق العلم بالايفنت. اتوقع ان احنا نبي هذا الحين احنا نجمع اول شيء نبي نجمع الناس، نجمع الشركات، نجمع اللي هو اعلامي الداعمين، ونجمع ايضا حتى الهيئات والوزارات على اساس يشاركونا في هذا الموضوع. نبي يصير ايفنت يوصل حتى للعالمية. اساس انه حتى لما نجيب جينيس يكون الكل موجود والكل حاضر، فاحنا نتمنى اذا مو هالسنه تكون السنه الجايه، بس نبي يكون جمهور، لان الجمهور هذا مثل ما قلت لك من بينهم ناس طيبين ممكن حتى يساعد، احنا مو بس نبي نسوي شو، هو المقصد بهذا كله انسان انه تجمع الناس على اساس انه يتبرعون، حتى تدري عندنا بالكويت تقريبا 4 ملايين واحد، زي لو تخيل لو كل واحد بس يدفع دينار، لو كل واحد منهم يدفع دينار، ترى مو بس نعالجهم، نفتح مستشفى جديد ترى نعالج فيه مرضى السرطان. صحيح. فاحنا المقصد من هذا كله حتى جينيس نبي ان شاء الله نبي يكون اول شيء يكون الايفنت نظم انه كبير على اساس نسوي هذا الموضوع. بس موجود بس ما نقدر نفكر كلها. تحرصون على انه يكون حتى من اهدافكم الاساسيه مساعده يعني
فئات مثل فئات البدو. اي هذا نعم من اولوياتنا احنا مو قادرين وعندهم يعني نسلط الضوء مثل ما فلوس العلاج او يقدرون يروحون يتعالجون برا مثل ما قال الاستاذ طالب ان نسلط الضوء اهل الخير موجودين ولكن ما يدري والله في مثلا في الحملات الاعلاميه الكبيره حق اللاجئين وحق هذا ولكن هم في ناس محتاجه داخل الكويت صحيح ولكن مو مسلط عليها الضوء الكبير فباذن الله من الايفنت مالنا راح نحاول نسلط الضوء قد ما نقدر وفي ناس والله يقول لك شلون اقدر اساعدكم نعم اول شيء احنا قال استاذ طالب ان نبي داعمين كسبونسرات وكمتطوعين ولكن في دعم اكبر مجرد حضور الناس تاريخ 4/2 هذا اكبر دعم لنا يعني صحيح. حضورهم وتفاعلهم ويانا تاريخ 4/2 ما اتوقع في دعم اكبر من كذي احنا نشوف من فتره لفتره يمكن وزاره الصحه يعطيهم العافيه على ما يقدمون من اشياء توعويه وبرامج وانشطه دائما تهتم حتى في موضوع مرضى السرطان وحتى المكتب الاعلامي في الوزاره يعني الدكتور غالي المطيري يعطيها الف عافيه الله يعطيها العافيه دائما سباقه لهالامور ونشاطاتهم ما شاء الله دائما موجوده طيران داخل الاستاذ جابر انتم الوحيدين اللي سويتوها ترى حتى الاوروبيين والامريكان ما سووا احنا طبعا التجربه هذه كانت شفناها برا ولكن فشلت يعني سواء مثلا في اوروبا في امريكا ما نجحت الفكره هذه ولكن احنا اول شيء بلغونا الحمد لله قبلها فتره تقريبا قبلها بشهر نعم. فرحنا هناك تقريبا بالاستاذ جابر فقعدنا ندرس المكان نحفظ العمود نحفظ الشبات نحفظ اللي هو مساحات القياسات الملعب كلها حطينا قنابل دخانيه على اساس اللي هو تعرف اتجاه الهواء حطينا علام في كل زاويه عشان تشوف الهواء شلون شلون يتحرك داخل الاستاذ تكدم المكان اوكي كل شيء اوكي سيفتي الهواء حركه الهواء منتظمه طلعنا اول واحد طبعا طال هو الكابتن عيسى القلاف وكان يعني طبعا بعد ما تاكد من السيفتي ما سيفتي داخل نعم. طار فبعد الحين طار اللي هو كابتن ابراهيم رشود وبعدهم انا طرنا كلنا داخل اللي هو استاذ جابر وطبعا كانت على فكره الطيران هذا لا مناسبه اللي هو كاس السوبر اللي طاف فهم كان باساس انه يكون في افتتاحيه التصوير اللي قبل شوي كانت تجربه قبل قبل نعم اللي هو كاس السوبر لكن اثناء افتتاح كاس السوبر احنا كنا موجودين ايضا طرنا داخل مع الجمهور وكانت طبعا يعني مستغربين يعني انه ما توقعوا انه في احد كان يقدر يطير داخل المكان هذا والحمد لله كان اليوم الرياضه تشوف لها رواج عند الشباب في حضور نعم بالنسبه لدرجه انه حتى الحين حتى بنات قاعد يجون عندنا ويطيرون خليني اقول لك شغله الحين احنا عندنا اللي عنده فوبيا هذا ينحاش لا لا حلو بياك على مساله الفوبيا اول شيء احنا عندنا مدرسه زين نطلع الياس المعتمده ليس هذا تاخذ بالكويت زين تقدر تطير بالكويت وتقدر تطير حتى برا الكويت معتمد معترف فيه زين مدرسة هذا عندنا مدربين 7 مدربين يعطونك دورة مدتها تقريبا شهر خلصها طبعا عندنا معدات خاصة حق التدريب يطير فالحين آخر شيء الحين حتى بنات الحين قاموا يجون عندنا ويطيرون معنا كذا مرة مثل ما قلت مسألة الفوبيا وايد ناس في البداية كانوا يخافون بس مجرد احنا نستدعيهم عندنا على فكرة علاج حق الفوبيا مجرد يشوفنا نطير مرة مرتين ثلاث عندكم علاج؟ عندنا علاج ناس وايد عندهم فوبيا يجونكم عادي يعني لا لا ابشرك واحد ويانا امه تقول له انت ايش لك بالالعاب الخطرة هذه طيران ما شنو قال هي ما تعالي فجت عنده هني شافت الوضع تقول ها يلا يما صعدي كان تصعد وياه فالمهم اول ما ارتفعوا تقول هاي يما تأشر له تقول هاي ما انزل تقول لا راح فوق اصعد فوق زين فبالعكس كان يعني في ناس كانت وايد تخاف في البدايه ولكن مع التجربه بالعكس انهم اكتشفوا انه بالعكس سيفتي وناسه ممتعه وعائليه يعني وايد ترى عوائل يجون يطيرون عيالهم هم يطيرون فتلقى سيفتي والاقبال الحين قاعد يزيد وايد ناس يعني قاعد يصير عندنا زحمه في موقع الطيران عندنا احنا في 298 بن وصيب يعني تخيل الوصيب درب يمكن ساعه بس تلقى الناس قاعد تي وقاعد داوم حتى في ناس يعني ما شاء الله مستمرين معانا وقاعدين بس يقعدون اللي يحب شغله ويستهويها خلاص تعبان عندكم ليش عندكم صليت عندكم خلاص ولا يهمك حاضر مطلع حق اخوي احمد بعد ان شاء الله ساعه المبارك لا انا يمكن استثنوني شوي فاضي تعال عدل يصير غير عساكم على القوه امانه استمتعنا معاكم من خلال هذه الفقره ناصر باخذ منك كلمه اخيره في دقيقه او اقل من دقيقه شنو ممكن تقول بالذات انا ودي ان تكون كلمتك نصيحة تكون شد همم طبعا أول شيء قبل لا أنصح الناس أنا أنصح نفسي الناس لا يفقدون الأمل لأن أغلب الحالات اللي مرينا وياهم تعايشنا وياهم بسبة أنه فقد الأمل والله ولا بسبة أنه فقد الأمل بربه فقد الأمل بنفسه خلاص استسلم للمرض استسلم خلاص يعني مسك المرض فيأس فمثل ما قلنا
في ناس يحوشهم حالات اكتئاب، الاكتئاب يذبحهم قبل لا السرطان يذبحهم. صحيح. فبإذن الله، بإذن الله فريق محاربي السرطان هذا أول إيفنت لنا راح يكون تاريخ 4/2 مع اللجنة الكويتية للرياضات الجوية مع فريق الخطوة الأولى ومع فريق مع وزارة الصحة. فبإذن الله راح تشوفون إنجازاتنا بالمستقبل، راح نحقق أمور بإذن الله راح نطمح أنها تكون عالمية بإذن الله. بإذن الله صلى الله عليه وسلم. الله يجزاك خير. كابتن. اي بالنسبه حقي انا طبعا اوجه رساله حق الواجهات المسؤوله عن الرياضه في الكويت، اقول لهم صح عندنا وقف احنا رياضه خارجي، ولكن ليش عندنا وقف رياضه حتى داخلي؟ ليش ماكو دعم بالنسبه حق الشباب الرياضي؟ يعني احنا فريق تطوعي، احنا كفريق يعني شفت انت اللجنه الكويتيه للرياضات الجويه، احنا قاعد ندور حتى شغلات تطوعيه، ما نبي نحط فلوس في جيبنا، نبي نمثل الكويت داخل وبرا الكويت ولما نطلعها باحسن صوره، لكن للاسف كانهم كاتبين على نفسنا، يعني ما قاعد يعطونا الفرصه ان حتى نعبر عن شعورنا الحبنا حق لهذه الديره. yeah. احنا ما نبي فلوس، احنا مثل ما قلت ما شفت احنا عندنا فريق عندنا فريقين تطوعين داخل ترجنا، عندنا فريق بحث والانقاذ اللي هو الواحد مثلا ضايع، مثلا واحد بالبحر مثلا متوهق، واحد بالبر مغرز، ترى احنا نقدر نوصل له. فريق ثاني هو الحين عندنا فريق محاربين المحاربين السرطان، فهاي كلها شغلات تطوعيه باسم الكويت تخدم المجتمع، ولكن للاسف ما قاعد تلقى الدعم الكافي حق لا رياضه ولا حق حتى حق اللي هو الفرقه التطوعيه هذه بشكل كافي. فانا من خلال يعني قناتكم وبرنامجكم هذا ان شاء الله نوصل صوتنا ونقول لهم يا جماعه ترى احنا موجودين لخدمه هذا الوطن، واحنا وما راح نوقف لو حتى ما كان اكو دعم مادي، احنا موجودين، احنا كويتيين، احنا خلينا نقول البنزين. نعم. زين، واحنا اللي راح نحترق لو حتى يعني على اساس انه نشيل هذا الوطن الغالي اللي اعطانا وما قصر ويانا، فاحنا لابد نرد له الخدمه. تستاهلون امانه، يعني احنا هم بعد نضم صوتنا صوتكم بان انتم فعلا تستحقون الدعم، وانتم اصلا من الاساس ناس شغالين بعمل تطوعي جميل لسنوات، يعني لا فكرتوا بدعم، قاعد تقطون يمكن من مخباتكم. نعم. ولا اهتميتوا يوم ولا تبون احد يعوضكم على فكره، ترى معداتنا اولا واخيرا هو عمل حق الكويت. صح. بس يعني. معداتنا، معسكراتنا، صيانه الطيارات، قاعد نطير ناس ببلاش، ترى كله على حسابك، كله على حسابك، ماكو ولا شيء، ترى ماكو دعم. انا اشكركم جدا كابتن طالب العطار لاعب منتخب الكويت الوطني للطيران الرياضي، وايضا ناصر رشيدي عضو فريق محاربه السرطان، كل الشكر لكم. الله يوفقكم ان شاء الله في عملكم، ونشوفكم ان شاء الله في 4 فبراير باذن الله تقدمون شيء جميل ان شاء الله باذن الله، وغير 4 فبراير باذن الله راح يكون شيء سنوي باذن الله. بإذن الله عساكم على القوة. مشاهدينا انتهت هالفقرة، عندنا الفقرة الثانية لكن بعد الفاصل، خلوكم معنا.